ماشي بطي شيء شيء كليلة ما تخممش برشا يا غالي ما فيها شيء يا مدير تصلح راهو سالي بيانفيني في ليل الخسارة مع حمادي برباشا في ذاعة راديو اي اف ام 100.6 باهي عفست اليوم كيفاش تستحفظوا على البسكوي متاعكم باش ما يناديش ويقعد ديما يتقرمش كبار ولا صغار بامبوخ تموتوا تفنيوا على البسكوي بالشوكولاتة بالكريمة قفريت دي جميع الانواع ما تفلتوا حتى واحد اما جنكم وجنونكم هو كي تحلوا باكل بسكوي وما تكملوهش يقعد نهارين فلافة ويولي طري وما عادش يتقرمش مطعمه ما عادش بني مع العلم اللي انتم عملتوا مجهودكم باش تسكروا الباكو بالباهي اما شيء النافع ربي البسكوي ندي وتراسيلكم تطيشوا الى الخسارة حمادي برباشا لديه الحل وهو كيفاش تستحفظوا على البسكوي باش يقعد ديما يتقرمش اي مدير الحكايه اسهل منها ما فماش ما عليكم كان تحطوا في قاع الحكه شويه سكر محور سكر بودر وكان ما عندكمش تنجموا تحطوا صوص طبيب على السكر السكر يتكفل بالمهمه ويشرب الندال موجود بكله قبل البسكوي حمادي يزيد يودكم بعفسه اخرى تنجموا تحطوا طريف خبز في وسط الحكه نتاع البسكوي وتقولوا باي باي ندا باي باي ميديتي وهكا يقعد البسكوي نتاعكم يتقرمش مده جمعتين كان نسيتوا ما حطيتوش السكر ولا الخبز في البسكوي وليلكم طري ومندي ما عليكم كان تسخنوا البسكوي بتاعكم في الميكرون بين 45 ثانية ولا دقيقة على درجة عالية ومن بعد خليه يرتاح مدة دقيقة كاملة قبل ما تاكلوه وصحة وبشفاء يلا ليل الخسارة متاع اليوم وفات مرسي خاطر تبعتونا يد ما في عصة جديدة مع حمادي برباشا باي باي يا غالي ما فيها شيء يا مدير تصلح راهو